يا رب شو كانت لحظة محرجة محرجة جدا. أحرجت فقبلت، هذا ما قاله ميشيل سماحة خلال التحقيق معه عن سبب قبوله نقل المتفجرات من دمشق إلى لبنان. وسماحة المحرج كان موضوع كل من شذا شرف الدين ورجاء عوطة في إحراج مع وقف التنفيذ، مداخلة في قضية ميشيل سماحة تمزج بين الواقع والخيال، عرضت في مارم خايل ضمن مشروع 98 ويكس. إنه أكيد أنا مستعد ساعدهم بشو ما كان، بس إنه أنقل المتفجرات بسيارتي شو ما وين الناس اللي عادة بكلفون بهيك أمور. واللافت إذن في قضية سماحة هو أنه ارتكب جنايته بفعل الإحراج من اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري الذي طلب منه نقل المتفجرات شخصياً، كما أكد الوزير السابق تعامله مع العميل المزدوج كفوري من منطق المسايرة. معقول يكون ميلاد عم يشتغل لصالح جهاز أمني لبناني وبده يورطني؟ كيف هيدا المركب النفسي اللي هو الإحراج لوين ممكن يؤدي، وخاصة بلبنان اللي هو فعلا أدى لجرائم كبيرة؟ إذا منشوف الحرب الأهلية إنه في كتير ناس أنا متأكدة حاربوا مع طوايفهم ضد طوايف أخرى أو توقف إحراج. جرى البحث في جريمة سماحة بناء على محاضر التحقيق معه وتسجيلات الأحاديث التي دارت بينه وبين كفوري، وتم التركيز على تحليل العلاقة بين الجريمة وخطاب مرتكبها، وهي تكمن في قضية سماحة بين الفعل الإجرامي الذي اقترفه وتبريره إياه بحجة الإحراج. فهل إحراج سماحة ينفي ذنبه؟ أم أن هذا التبرير هو جريمة بحد ذاته؟ من قضية ميشيل سماحة هو إدانة لكل هيدا النظام أو هيدا المنظومة بالبلد، يلي هي مثل ما قلنا أنه هي بالنهاية نظام إحراج، وبنفس الوقت هي إذا بدك مثل إعادة مراجعة أو مثل نقد للمؤسسات القضائية بالبلد يلي والمؤسسات الأمنية. يعني نحن يمكن هلأ فينا نفترض أنه ميشيل سماحة يمكن بلحظة من اللحظات يطلع من الحبس. ربما أكثر ما يحرج في كل هذه المسألة هو غياب محاكمة فعلية لميشيل سماحة وغيره من المتهمين في لبنان، فهل ستبقى المحاكمات الافتراضية الملجأ الوحيد لدى الكثير من اللبنانيين؟